مباحثات قمة بين الرئيسين السيسي وماكرون في قصر إليزي، والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية في صدارة المناقشات. هجوم إسرائيلي يستهدف نقاطا في محيط العاصمة السورية دمشق ويسفر عن مصرع وإصابة عدد من العسكريين. وفي أخبار الاقتصاد، الحكومة الألمانية تكشف عن سعيها للاستحواذ على شريحة من أسهم كبرى شركات الطاقة بها للحد من تداعيات الأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثة قمة مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر إليزي. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام مشترك. كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى قصر إليزي بالعاصمة باريس في وقت سابق، حيث أجريت للسيد الرئيس مراسم استقبال رسمية. ويقوم الرئيس السيسي بزيارة رسمية للعاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وخلال لقائه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أبدى الرئيس السيسي تطلعه العميق هو تطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجاري، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر في ضوء الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى. هذا وقد تم التوافق على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم. شهدت العلاقات المصرية الفرنسية قفزة هائلة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، حيث تتوافق الرؤى بين الزعيمين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام مشترك. كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تناميا كبيرة، حيث تعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتعد مصر بدورها ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة. بين مصر وفرنسا علاقات تاريخية متنوعة ومتشعبة ثقافيا وسياسيا.
خلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات بين القاهرة وباريس تقاربا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ بلغت الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 25 زيارة على مستوى الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين، زيارات عكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وينطلق محور القاهرة باريس نشيطا بالزيارات المتبادلة. أواخر شهر يناير من عام 2019 شكل محطة مهمة في تاريخ العلاقات، حيث حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا على القاهرة في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام. بحث خلالها الزعيمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها استقرار منطقة الشرق الأوسط وسبل مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بجانب العديد من الملفات الثنائية المتعلقة بالعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة الاقتصادية. كما حل الرئيس السابق فرانسوا أولاند ضيفا شرفيا خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 قبل أن يقوم بزيارة رسمية إلى مصر في 2016، في حين زار الرئيس السيسي باريس للمرة الأولى عام 2014، وشكلت مشاركته عام 2015 في قمة المناخ بباريس ممثلا للقارة الإفريقية شكلت فرصة لتجديد المبادرات في مجال التكيف والتخفيض من انعكاسات التغيرات المناخية، ومنعطفا حاسما لتطوير آليات عملية في إطار اتفاق باريس. لقد لعبت مصر وما تزال دورا بناء في مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ، وصولا إلى مؤتمرنا هذا، اطلاعا بمسؤولياتها في تمثيل القارة الإفريقية وتعبيرا عن وحدة الصف الإفريقي، حيث تتحدث جميع الدول الأفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها. فإفريقيا هي الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ. على المستوى الاقتصادي والتجاري تعد فرنسا الدولة رقم 12 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي رأس مال 7 مليارات دولار و162 شركة توفر نحو 38,000 فرصة عمل. على المستوى الثقافي فبين مصر وفرنسا علاقات ثقافية مكثفة ترقى لمستوى التاريخ المشترك، فالجانب الفرنسي ينظر إلى مصر كأرض للحضارة منفتحة على العالم. لذا لم يكن من قبيل الصدفة أن يستهل الرئيس ماكرون نشاطه في مصر بزيارة معبد رمسيس الثاني، وذلك في إطار الاحتفالية العالمية بمرور 50 عاما على الحملة الدولية بقيادة منظمة اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة من الغرق، وأهمها معبد أبو سمبل ومعبد فيلة بمدينة أسوان. وفي دلالة على مكانة مصر الحضارية والثقافية، تعززت احتفالية مرور 75 عاما على تأسيس اليونسكو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لفرنسا في نوفمبر من عام 2021، والتي دشنت لمرحلة جديدة في العلاقات الثقافية الاستثنائية بين مصر والمنظمة الأممية. واليوم يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبنة جديدة في صرح هذه العلاقات التاريخية من أجل تعزيز طموح مشترك نحو إطلاق شراكة استراتيجية حقيقية تستجيب لتطلعات الشعوب إلى عالم يعمه السلام والاستقرار والتنمية. ومعنا للمزيد من المتابعة حول زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. دكتور، بعد التحية، أهمية زيارة السيد الرئيس لفرنسا في ضوء العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأيضا في ضوء المتغيرات على الساحة العالمية، في رأيك أبرز الملفات التي سيستعرضها الجانبان؟ اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي زياره مهمه جدا بتاتي في توقيت دقيق وحساس بيمر بالعالم اجمع في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه وانعكاساتها الخطيره على منطقه الشرق الاوسط والعالم اجمع، خاصه وان العلاقات المصريه الفرنسيه خلال فتره حكم الرئيس السيسي اتسمت بالمتانه والحرص على التشاور المستمر مع فرنسا لبحث كل القضايا الدولية والإقليمية،
وده بيظهر من حجم الزيارات المتبادلة اللي بتعكس حرص القيادتين على دفع العلاقات فيما بينهم إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأيضا وجود إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أكثر تميزا. يعني إحنا لما بنقول إن كان في أكثر من قمة شارك فيها الرئيس السيسي، يعني في فبراير 2022 شارك في قمة محيط واحد واللي عقدت بباريس، وأعطى الرئيس السيسي روشتة علاج خاصة بقضايا المناخ، وهذه القمة عقدت في مدينة باريس الفرنسية، وبتؤكد أيضا على اهتمام القيادة السياسية بقضايا المناخ باعتبارها قضية تهدد بقاء البشرية، في ظل أن مصر ستستضيف أواخر هذا العام في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ كوب 27. أيضا كانت هناك مشاركة في يعني مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وده كان في أغسطس 2021، وأيضا دعم الشقيقة ليبيا، وأيضا كانت هناك مشاركة بين فخامة الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي على هامش قمة بغداد للشراكة والتنمية واللي عقد في أغسطس 2021 قبل إجراء الانتخابات العراقية. وبالتالي هذا الزخم الكبير في العلاقات يؤكد على أن هناك إرادة سياسية مشتركة تدفع إلى سبيل تعزيز وتعظيم العمل المصري الفرنسي على كافة المستويات والأصعدة، سياسيا اقتصاديا، في ظل أن مصر تحولت بالفعل إلى مركز إقليمي للطاقة، في ظل أن القارة الأوروبية تعاني معاناة شديدة جدا نتيجة التداعيات الكارثية للأزمة الروسية الأوكرانية. نعم. طيب دكتور، يعني مجالات التعاون بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في ظل زيارة السيد الرئيس لأوروبا وهذه الجولة وتأثيرها على الأصعدة سواء كانت سياسية واقتصادية. يعني منذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه، ومصر تتبع استراتيجية ثابتة وواضحة في علاقاتها الخارجية بتستهدف استعادة مكانة مصر واتصالها الإقليمي بتعظيم حجم علاقاتها الدولية، وأيضا التعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي بشكل كبير مما يحقق الخير لكل شعوب العالم. وبالتالي زيارة الرئيس السيسي كانت قد سبقتها زيارة هامة إلى صربيا وقبلها إلى ألمانيا، مما يعكس تنوع الدولة المصرية في إنشاء جسور ثقة وجسور قوية بين مصر وبين الدول الأوروبية. وأيضا كانت هناك زيارة الرئيس البولندي أندري دودا في مايو الماضي، وقبلها زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية خاصة بالطاقة وغيرها من المجالات، وقبلها زيارة الرئيس الروماني إلى القاهرة. وكانت مشاركة الرئيس السيسي كأول رئيس عربي شرق أوسطي في قمة فيشغراد التي عقدت في بودابست في المجر، تؤكد على المكانة الكبيرة والثقة الكبيرة التي تضعها الدول الأوروبية في الدولة المصرية، وتدفع في سبيل تعزيز وتعظيم العمل المصري الأوروبي باعتبار أن مصر هي المدافع الأول عن القارة الأفريقية، وهناك مجالات كبيرة من التعاون بين مصر وفرنسا في الكثير من المجالات، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين الدولتين يتخطى 5 مليار يورو، مما يؤكد على زيادة حجم الاستثمارات بشكل كبير في كافة المجالات، يعني على مستوى المجالات الكبيرة في كل المجالات الاستثمارية، والتعاون في مجال الطاقة وفي مجال البنية التحتية وفي مجال العسكري وغيرها من المجالات الهامة التي تدفع إلى تعزيز العمل المصري. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. تأتي زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا في إطار جولة أوروبية كان قد استهل سيادتها الأحد الماضي بزيارة ألمانيا، حيث عقد الرئيس سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين على رأسهم الرئيس والمستشار الألمانيان لبحث القضية الإقليمية والقضايا الدولية محل اهتمام مشترك. وقد ترأس الرئيس مع المستشار الألماني خلال زيارته لبرلين الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرغ للمناخ. كما قام الرئيس السيسي بزيارة صربيا المحطة الثانية بجولته الحالية،
حيث عقد الرئيس مع نظيره الصربي مباحثة قمة وشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات. وحضر الزعيمان عرضا لأسلحة القوات المسلحة الصربية وللمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المحلية. وخلال الزيارة منحت جامعة بلغراد الرئيس عبد الفتاح السيسي درجة الدكتوراه الفخرية انطلاقا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات، ونقلها إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بمقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 آخرين بجروح في غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم على أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق. ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله أن الطيران الإسرائيلي نفذ هجوما جويا برشاقات من الصواريخ من اتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وقد تصدى الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقط بعضها. وأضاف المصدر وأن العدوان الإسرائيلي أدى أيضا إلى وقوع بعض الخسائر المادية. أفادت مصادر صحفية بوقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل متناحرة في ليبيا في وقت مبكر اليوم الجمعة، وورد أنباء عن سقوط قتلى. وأفادت المصادر أن الاشتباكات اندلعت في وسط العاصمة الليبية طرابلس، حيث تقع مقرات العديد من الأجهزة الحكومية والوكالات الدولية والبعثات الدبلوماسية. وقال شهود أن رجلا وطفلا قد قتلا من جراء الاشتباكات، بينما أفادت مصادر أخرى بأن عدد القتلى وصل إلى 5 أشخاص. أحبطت القوات المسلحة المالية هجوما نسبته الإرهابيين بالقرب من العاصمة باماكو. وأشارت القوات المسلحة المالية أن الوضع بات تحت السيطرة وأنها تحاول الوصول إلى المتورطين في الهجوم الذي تم بواسطة سيارتين مفخختين وأسفر عن مقتل 2 من المهاجمين. كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن أن برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة. ويأتي هذا بينما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان أن بلاده تطالب الحصول على ضمانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي لكي لا تتعرض للخداع مرة أخرى على حد تعبيره. وأضاف عبد الهيان أنه على الجانب الأمريكي أن يقبل تقديم التزامات وضمانات حتى تحصل إيران على كامل الفوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي. وفي ملف الأزمة الأوكرانية، توقع موسكو وكييف بالأحرف الأولى في إسطنبول وثيقة تسمح بتصدير الحبوب. وأعلن الكرملين أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو سيقوم بالتوقيع فيما سيمثل وزير البنية التحتية الأوكرانية كييف في مراسم التوقيع، وذلك بحضور الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة. في المقابل أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية أن كييف ستوقع على اتفاقية تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا فقط مع توقيع روسيا اتفاقية منفصلة. وحذر مستشار الرئاسة الأوكرانية من أن أي استفزاز روسي سيقابل برد عسكري. في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف إن بلادها تتوقع أن تمهد خطوات الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي ظروفا لتصدير الحبوب والأسمدة دون عوائق. وأضافت أن هناك وثيقة صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي تعلن عن خطط لتوسيع الآفاق من العقوبات السابقة، ذلك في محاولة لتجنب تأثير سلبي محتمل على الغذاء العالمي وأمن الطاقة. إذ قالت زاخاروفا إن قصر النظر في سياسات الغرب الاقتصادية والطاقة هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمحروقات، وذلك على حد قولها. أدرجت الحكومة الروسية اليوم 5 دول جديدة على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا. وذكر مجلس الوزراء الروسي أن الدول الجديدة غير الصديقة لروسيا هي اليونان، دنمارك، سلوفينيا، كرواتيا، سلوفاكيا. وأشار المجلس أن القائمة التي صادقت عليها الحكومة الروسية لا تعد وثيقة نهائية ويمكن توسيعها في أي وقت.
ميدانيا أعلنت روسيا تدمير 4 منظومات صواريخ من طراز هايمرز الأمريكية خلال الشهر الحالي. وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 12 طائرة دون طيار أوكرانية في منطقة خاركوف وأراضي دونيتسك خلال 24 ساعة المنصرمة. واعترضت قذيفتي راجمات للصواريخ من نظام أورغان، وتم اعتراض 4 صواريخ من أنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة. بالتزامن، قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي، ذلك بسبب النقص الحاد في الصواريخ المخصصة للهجمات البرية. بدوره، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية نشرت وحدات احتياطية جنوب البلاد حيث تركز جهودها على منع تقدم قوات الدفاع الأوكرانية. وأفاد بيان عسكري بارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 39 ألف جندي منذ بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1704 دبابات و3920 مركبة مدرعة و863 من النظم المدفعية، وأيضا 251 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و188 مروحية و2803 مركبات وخزانات وقود، هذا فضلا عن 72 وحدة من المعدات الخاصة. في سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 1041 شخصا بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وأفاد مكتب المدعي العام أن 358 طفلا قتلوا بينما أصيب 683 آخرون. وفي ملف اللاجئين، ذكر بولندا أن عدد اللاجئين الأوكران ارتفع إلى 4,945,000 لاجئ حتى الآن. وفي سريلانكا، اقتحمت قوات الأمن ليلا مخيم الاعتصام الرئيسي للمتظاهرين في العاصمة، وقامت بتفكيك الخيام وإخراج المتظاهرين من الموقع، حيث يطالب المحتجون المتبقون باستقالة الرئيس الجديد رانيال ويكريمسينج وحل البرلمان تمهيدا لانتخابات جديدة. يأتي هذا في الوقت الذي أدى فيه النائب السريلانكي دينيش غوناوارلديرا اليمين الدستوري رئيسا جديدا للوزراء أمام الرئيس، الذي أدى أمس اليمين الدستوري رئيسا جديدا لسريلانكا. فانهضي يا مصر يا خير البلاد واصعدي للمجد وامضي للرشاد. تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وأكد الأزهر الشريف أن ثورة 23 من يوليو هي نقطة فاصلة في تاريخ المصريين، أعادت للوطن العزة والحرية والكرامة، ومهدت لبناء جيش مصري قوي من أبنائه يدافع عن أرضه وحقوقه. كما دعا الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى مواصلة العمل لتحقيق الرفعة والتقدم والتكاتف والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعبور بمصر إلى النهضة والازدهار ووضع مصر في مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة. وبعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. وأعرب وزير الداخلية في برقيته عن أصدق التهانئ وخالص التمنيات للرئيس السيسي بدوام التوفيق، وأضاف أن الاحتفاء بهذه الثورة المجيدة إنما يجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعلاء القيم الشامخة والمبادئ الراسخة في ضمير ويقين الأجيال لتحفظ العهد وتبذل مزيدا من الجهد لفتح أفاق غد مشرق ومستقبل أفضل ينعم به المواطن بوحدته واستقلاله في عزة وكرامة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين للصف الخامس والسادس الابتدائيين في عام واحد وفقا لنظام التعليم الجديد. وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لضم العامين الدراسيين للصف الخامس والسادس الابتدائيين في عام واحد وفقا لنظام التعليم الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشددت الوزارة على استمرار سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية كما هي، ست سنوات دراسية دون ضم أو تغيير. أعلنت القوات المسلحة عن إجراءات قبول دفعة جديدة من المعاهد الصحية العسكرية للعام الدراسي 2022-2023. أن تصبح واحدا من ملائكة الرحمة حاملا رسالتك الإنسانية، أن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض فتؤدي أمانتك الطبية، فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل كبرى المعاهد الصحية العسكرية، قلاع المتميزين. من هنا تكون الانطلاقة القوية بتقديم أوراق الاعتماد للانضمام إلى المعاهد الصحية للقوات المسلحة. ثلاث قلاع عسكرية تضم العديد من التخصصات الطبية أرقى المستويات العلمية ضمن منظومة تعليمية تلبي كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية المدربة من الذكور والإناث. جديد من الخبرات الفنية وفقا لأرقى النظم العلمية، مناهج دراسية تضاهي مثيلتها بوزارة التعليم العالي، كوكبة من خيرة الأساتذة المتخصصين بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تناظر أعلى المستويات العالمية، رعاية طبية وسط بيئة مثالية توفر كافة الإجراءات للعملية التعليمية المتميزة، طريق الالتحاق بأرقى منظومة طبية يبدأ من هنا. بادر بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال الأماكن الآتية. بوسعك أن تصبح واحداً من عناصر جيش مصر الأبيض بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. قلاع المتميزين. علم، انضباط، تضحية. أخبار المالية والأعمال، أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية معروف بمشروعك ساهم خلال شهر يونيو الماضي في تنفيذ 3700 مشروع صغير ومتوسط في محافظات مصر كافة بقروض تقترب من 600 مليون جنيه. الوزير أشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل للشباب. كما نوه الوزير إلى أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد هو المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروعك ساهم منذ بدء تنفيذي في توفير أكثر من 1.6 مليون فرصة عمل من خلال تنفيذ 196 ألف مشروع بقروض تجاوزت 24.2 مليار جنيه.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تضررا من التغيرات المناخية، حيث أثرت هذه التغيرات على جودة الأراضي الزراعية وصلاحيتها للزراعة. ونوه الوزير في تصريحاته أن الوزارة واجهت ذلك باتخاذ عدد من الإجراءات التي تقلل من هذه الآثار وتزيد من درجة التكيف مع هذه المتغيرات. على صعيد متصل، قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي سيعقد أكتوبر المقبل يأتي إيمانا من مصر بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، مشيرا إلى أن التوصيات التي ستصدر عن أسبوع القاهرة سيتم رفعها للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ COP27 والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم. جاء ذلك خلال التباحث مع الممثل الإقليمي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المعروفة بالفاو. في المغرب، قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنوي في يونيو من العام الجاري. المندوبية أشارت إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 10%، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية بنحو 5%. هذا ويأتي هذا بينما ارتفع المؤشر بنصف بالمئة على أساس شهري. قالت شركة يونيبر للطاقة إن حكومة برلين سوف تستحوذ على شريحة من أسهم الشركة، وذلك في إطار خطة للحماية من تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. تتضمن هذه الخطة الحكومية الاستحواذ على أسهم تقارب قيمتها الإجمالية نحو 267 مليون يورو. إلى أسعار النفط العالمية التي ارتفعت في المعاملات الأسيوية اليوم لتتعافى من انخفاضات سابقة وسط نقص في الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو الدولار و60 سنتا ليسجل 105 دولارات و47 سنتا للبرميل. ختام الثانية أبرز العناوين. مباحثات قمة بين الرئيسين السيسي وماكرون في قصر الإليزي والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية في صدارة المناقشات. هجوم إسرائيلي يستهدف نقاطا في محيط العاصمة السورية دمشق ويسفر عن مصرع وإصابة عدد من العسكريين. كما يمكن لحضراتكم دائما متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لطيف المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.